ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو جديد النهارده ان شاء الله، ان شاء الله هيعجبكم جدا. بس ركزوا معايا، النهارده هنبتدي بقى نعمل وصفات طبيعيه، تمام؟ فبما ان الحاجه غليت جدا جدا، فاحنا بنبقى عاوزين تونر، اطلب حاجه لبشرتنا، لان بشرتنا لو مش هتستعملي حاجه خالص فانت محتاجه تونر ليكي في البيت. فالنهارده هخليكي تعملي تونر بابسط الامكانيات، وحاجات هتلاقيها عندك اوريدي في البيت، وهتقولي ايه ده؟ طب انا كنت جبت ووفرت فلوس، وفي نفس الوقت هتعملي حاجات مفيده للبشره وكمان علاج لاكسده البشره. النهارده هعمل لكم تونر لعلاج اكسده البشره وكمان توفري فلوسك. قبل ما نبتدي فيديو النهارده بقى، ان شاء الله تعملوا لايك سبسكرايب لقناتي لو انتي مش متابعه قناتي. انا اسمي سلوى، قناتي اسمها سلوى بيوتي، فيها ريفيوهات كتير جدا، فيها وصفات طبيعيه اكتر واكتر، وان شاء الله هتعجبك. بس خشي وقلبي كده في القناه، فاصل صغير جدا جدا وارجع لك على طول. فيلا خليكم معايا. ورجعت لكم بعد الفاصل، وهنبتدي على طول في فيديو النهارده، ونبتدي ان احنا نعمل التونر. التونر حاجاته اوريدي هتكون موجوده عندنا في البيت. طيب ايه اللي هيكون موجود عندنا في البيت؟ اي نوع جل صبار، سواء بقى مشترياه من محل او جل صبار طبيعي، وده يكون الاحسن يعني. فانا كان بصراحه عندي الاثنين، بس انا كنت حابه ان انا استغل ده اكتر، تمام. وكيس اللي هو المايه المقطره اللي بتكون موجوده في الصيدليه، وده مش غالي، تقريبا مش فاكره ب2 جنيه تقريبا، تمام. واي باكيت شاي بقى اخضر او شاي اخضر طبيعي، المهم ان انا عايزه منقوع شاي اخضر. ده باكيت شاي اخضر عادي، وانا حاطه عليه ميه مغليه وسبته لغايه ما برد، تمام. انا مش عايزه اكتر من كده، وهم دول الثلاث حاجات اللي احنا هنعمل بيهم التونر، تمام. كان عندي ازازه فاضيه بتاعت ماء ميسيلار يعني، فانا بصراحه ما قلت حرام، اكيد هستغلها في حاجه، فشلتها وغسلتها كويس جدا، وهبتدي ان انا اعمل فيها التونر بتاعي النهارده، تمام. فانا هحتاج بقى ايه؟ هحتاج الميه المقطره دي كلها كده، هحطها في العلبه، ودي هتبقى حاجه كويسه جدا جدا جدا. خليكم ان احنا كمان بنعمل تونر لاكسده البشره، تمام. تقريبا بقت 3 ارباع ايه الازازه، تمام. بعد كده هحتاج ايه؟ هحتاج قدهم ميه من بتاعه الشاي الاخضر، فهبتدي احطها. طبعا هي كانت بردت خالص، فحطيت قدهم من الشاي الاخضر. هكمل بقى بقيه الازازه من جل الصبار اللي عندي، تمام. فانا هحط كده، طبعا هو تقيل جدا، فهنبتدي ان احنا نحط من جل الصبار لغايه ما نبتدي ينزل، تمام. بس كده أكسدة البشرة مش عند حد وحد، لا احنا عندنا كلنا أكسدة البشرة. حتى لما انت هتغسلي وشك بالغسول بعد شوية هتبتدي تلاقي عندك ايه ده؟ طب انا غسلت وشي بغسول حلو ونوع حلو، طب انا ليه عندي حتة وحتة في وشي وكده؟ ده حاجة طبيعية، وجبنا مراهم كتير وجبنا علاجات كتير، وبرضو الأكسدة تحت البشرة بترجع تاني. طيب احنا نستخدم بعد كده التونر ده ازاي؟ انا هنزل بقية شل الصبار اللي موجود فيه لاخر حاجة خالص. طب انا كده مليتها خالص اهي، تمام. اللي هو المبسم بتاعها ده انا هرجعه تاني هنا اهو، خليني بقى احط هنا عشان مفيش حاجة تقع. طيب بعد كده هقفل الغطا بتاعها وهبتدي ان انا اروقه. طيب ده انا استعمله ازاي؟ الجل دوت او التونر اللي احنا عملناه دوت من المية المقطرة ومن الشاي الاخضر وعلاج الشاي الاخضر اصلا للبشرة والاكسدة البشرة، ده لوحده حكاية. انت ممكن تعملي زي اللي انا عملته ده دلوقتي كده، باكت شاي ومية مغلية وسبتيها وتحطيها في بخاخة وتبتدي وانت رايحة وانت جاية تبخي في وشك، ده هتعالجي اكسدة البشرة لوحدها. تخيلي كمان بقى احنا هنعمل تونر وهتوفري فلوس كتير جدا. طيب ده هنستخدمه ازاي؟ ده هنحطه في التلاجة او اي مكان، بس ما يكونش مكان بتوصله يعني درجة حرارة، يعني المهم ان هو يكون مكان بارد. عايز تحطيه في التلاجة اوكي، عايزة لو الدنيا مش حر فممكن تحطيه عندك على التسريحة او على الكومودينو، ينفع عادي جدا. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب بعد كده قطنة كل يوم قبل ما ننام، ونبتدي ان احنا نمسح بيه البشرة كويس جدا جدا جدا. نستنى بقى ان هو ينشف، وبعد كده نحط كريم المرطب، كريم الليل، سيروم فيتامين سي، زي ما تحبي.
تمام. برضو بعد ما تكوني غطى وشك بميك اب او انت جايه من بره، تبتدي برضو نفس الحكايه ان انت بقطنه، وتبتدي ان انت تعملي من التونر اللي احنا عملناه دوت اللي هو يا بلاش يعني موجود عندنا المكونات بتاعته، وان احنا نبتدي نعمل ده على بشرتك. مفعول وسحر، حاجه عندك اوريدي موجوده في البيت، و ما كلفكيش حاجه، ما كلفكيش تقريبا 5 جنيه، فهي كده كده الحاجه موجوده عندك في البيت. طيب هو انا ينفع اعمل حاجه منهم وحاجه لا؟ يعني ينفع ان انا استغنى عن ايه؟ ينفع تعملي اول حاجه منهم بالشاي الاخضر بس، وهيبقى تونر وكمان علاج للاكسده. طيب ينفع لو انا مش عندي شاي اخضر، طب اعمل ايه؟ ممكن نستغنى خالص عن الشاي الاخضر ونعمله بجل صبار وميه مقطره. فممكن نعملها بطريقه تانية اللي هي ايه، ان احنا ممكن نخلط الجل الصبار الطبيعي او الازازه اللي موجوده علينا اي نوع جل صبار زي ما قلت لكم، والميه المقطره نعملهم بالهاند بلندر. المهم ان احنا عايزين ان هو ايه، يبقى ليكويد كده، وبعد كده ان احنا برضو نحطه في ازازه او في بخاخ وهنستعمله. مش هتفرق، اللي موجود عندك استعمليه وتنفذيه، تمام. مش عايزين نقف على حاجه، وعايزين نوفر ونعمل حاجات طبيعيه، ونخلي مثلا لو عندنا حاجه عايزين نعملها او نجيبها في الفلوس، ممكن نحطها في حاجه تانية وفي حاجات تانية طبيعيه، وهنستفاد اكتر ان احنا نعملها في البيت. وده كان فيديو النهارده، يا رب اكون خليتكم تعملوا حاجه وتوفروا فلوسكم بطريقه كويسه، ونعمل التونر بتاع اكسده البشره في البيت، وهتلاحظوا الفرق جدا جدا جدا، وهيبتدي ان هو يقلل المسام الفاتحه، وكمان الندبات، الاكسده اللي هي تعبانه كلنا. انا واحده منكم كتير جدا، الاكسده اللي بتيجي في بشرتي وتكون مضايقاني وببقى عايزه لها حل. انت جيتي لي منين؟ طب انا اعمل ايه؟ فالاختراع اللي انا عملته لكم ده حلو قوي وعلى ضمانتي، فجربوه وهستنى كومنتات حلوه كده الناس اللي جربته وتقول لي كان حلو ولا لا. بس كان الفيديو ده النهارده، وتونر اكسده البشره يكون عجبكم واستفدتوا ووفرتوا، وهقول لكم دمتم دايما حلوين، اهتموا ببشرتكم، وهقول لكم دلوقتي مع السلامه، واقول لكم مع السلامه، ما تنسوش اللايك بتاع فيديو النهارده. باي باي.